السلام عليكم متتبعي القناة، مرحبا بكم في الصفحة 11 من كتاب مرشدي في اللغة العربية للمستوى الثاني ابتدائي. اليوم إن شاء الله مع الخط أكتب، لدينا حرف الدال وحرف الضاد في أول الكلمة، حرف الضاد في وسطها، ثم حرف الضاد في آخر الكلمة. إذن حرف الدال يأخذ سطرا واحدا، ثم حرف الضاد في أول الكلمة، ثم حرف الضاد في وسط الكلمة، ثم حرف الضاد في آخر الكلمة. ثم الجملة: ازدادت في بيتنا مولودة جديدة. ازدادت في بيتنا مولودة جديدة. الآن ننتقل إلى الإملاء. أرتب الكلمات ترتيبا ألفبائيا بحسب حرفها الأول. إذن حرف الأول في هذه بيتنا هو الباء، يديها الياء، جدتي الجيم، خالتي الخاء، ثم حكايات الحاء، نبيلة النون. إذن سوف نرتب هذه الكلمات على حسب الحروف التي تبتدئ بها، حسب الترتيب الألف بائي. الألف بائي هو ألف، باء، التاء، الثاء، الجيم، الحاء، الخاء، الدال، الذال، الراء، زي، سين، شين، صاد، ضاد، الطاء، الضاد،
العين الغين الفاء القاف الكاف اللام الميم النون الهاء والواو والياء. إذن الياء هي الأخيرة، إذن هديدها هي الأخيرة. قلنا ألف باء، إذن بيتنا هي الكلمة الأولى، إذن ليس هناك ألف، ليس هناك كلمة تبتدئ بالألف، بعد الألف يأتي تأتي الباء. إذن أنا بيتنا، بيتنا بيتنا هي الكلمة الأولى. قلنا يدي الياء هذه الأخيرة، إذن سوف قارن بين الجيم الخاء والحاء والنون. إذن قلنا ألف باء تاء تاء ثم جيم، جيم إذن جدتي. بعد الجيم تأتي الحاء، إذن حكايات. حكايات بعد الحاء تأتي الخاء، خالتي. خالتي بعد ذلك لدينا الدال، الذال، الراء، الزاي، سين، الشين، الصاد، الضاد، الطاء، الظاء، عين، الغين، الفاء، القاف، الكاف، اللام، الميم، النون. إذن نبيلة. نبيلة ثم أخيرا يديها. لدينا بيتنا، جدتي، حكايات، خالتي، نبيلة، يديها. الآن ننتقل إلى التعبير الكتابي. أخطط للكتابة، أتذكر أفراد العائلة في نص حفلة حقيقة. إذن بالنسبة ل أفراد العائلة في نص حفلة حقيقة، هناك الجد، الجدة، العم، العمة، الخال، خالة، ثم لدينا أبناء العم، أبناء العمة، أبناء الخالي، أبناء الخالة، ثم الأب، الأم، كذلك الأخت. ثانيا، أكتب أسماء أفراد عائلتي في شجرة العائلة. إذن شجرة العائلة هنا الجد مثلا فاطمة، الجد كريم، الأب مثلا خالد،
والأم. زينب. العم فريد. والعمة سمية. ثم الأخت نبيلة. ثم الخال سمير. والخالة زكية. وإلى غير ذلك من الشجرة، شجرة العائلة، والأخ والأخت، ثم ابن العم وابن الخال، وهكذا. أكتب جملة أو جملتين لأصف أحد أفراد عائلتي. إذن جدي طويل القامة، عريض المنكبين، يمشي ببطء شديد. جدي طويل القامة، عريض المنكبين، يمشي ببطء شديد. الآن نمر إلى قراءتي المشتركة. أمي وأبي لهما حبي، عمي جدي لهما ودي أو ودي، جدتي لها وردة، وللجميع ألف قبلة. نعيد. أمي وأبي لهما حبي، عمي جدي لهما ودي، جدتي لها وردة، وللجميع ألف قبلة.